قراءة الفكر الآخر. كما أريد من الآخر أن يفهمني ويقرأ فكري، أنا أيضا لابد أن أقرأ فكر الآخر، سواء كان ملحدا، علمانيا، دينا آخر، مذهبا آخر، أقرأ فكره لأنظر ماذا يقول، ماذا يطرح. طبعا عندي جولة في الغرب أحرص عليها سنويا، سنويا أذهب إلى الغرب، إما أيام شهر رمضان المبارك أو شهر من أشهر الصيف أذهب إلى الغرب، أي منطقة هناك، في سبيل قراءة الفكر الآخر. عندما يلتقي الإنسان بالآخرين ويدخل في الحوار معهم ويسمع إليهم ويسمعهم ما عنده، من خلال هذا الحوار الهادئ الدافئ يفهم الآخر، ولذلك يكون تعليقي على فكر الآخر تعليقا متطابقا مع قراءتي لفكره وفهمي له. طبعا مو كل خطيب يقدر يروح الغرب كل سنة، ولا كل خطيب يقدر، بالنتيجة وسائل التواصل ما تركت شيئا، وسائل التواصل والاتصال بالآخر من الممكن أن يستغلها الخطيب في سبيل قراءة الفكر الآخر، ماذا يطرح الآخر. تعرفون أن مناطقنا الشرقية سواء العراق أو الخليج أو كلها هي منفعلة وليست فاعلة، متأثرة وليست مؤثرة، الأفكار تبدأ من الغرب ثم تصل إلينا معلبة، وقد تصل إلينا أحيانا مشوهة، وقد تصل إلينا أحيانا مبتورة، لذلك أخذها من مصادرها ومنابعها جدا مفيد. جالياتنا خصوصا الجالية العراقية، الجالية العراقية من أكبر الجاليات التي تعيش في الغرب، والجالية العراقية التي تعيش في الغرب مو جالية عادية، جالية مثقفة، يعني تتميز الجالية العراقية إنصافا التي تعيش في الغرب أنها جالية مثقفة قارئة مطلعة. لذلك التواصل مع هذه الجاليات التي تغربت قرأت الفكر الآخر ربما تأثرت به، ترى كثير من شبابنا تأثر أصبح علمانيا، أصبح لا دينيا، أصبح أو عنده إشكالات محورية على الدين، على المرجعية، على الفقه، على الحوزة. بالنتيجة التواصل معه، الاستماع منه، الحوار معه يفيد جدا في تبصرة الخطيب بما يحوم حوله، بما يجري في هذا العالم، بما يطرح في هذا العالم من أفكار وإثارات.